الحمايه الاجتماعيه واش كان شي واحد يتكلم عليها او اول مناظره درت يلا درناها واستدعيناكم وجيتو. عندنا برنامج ديال توسيع الحمايه الاجتماعيه، اكبر تحدي للمغرب في المستقبل هو الحمايه الاجتماعيه. واخا واحد عنده شويه باش يعيش اليوم، ولكن غدا ملي ما يقدش يخدم ما عنده تقاعد ما عنده حتى شي حاجه، واخا دير الرماد ما كافيش. اذا حنا خدامين على توسيع ديال الحمايه الاجتماعيه، وهذا الشيء تنقولوا صندوق المقاصه عباد الله خاص يتراجع، حنا خدامين فيه ومني يجي السجل باش فعلا ندعموا هذه الفئات. والحمايه الاجتماعيه ماشي غير للشيوخ، حتى الاطفال الصغار وبناء الشارع، واحد عاطل ما عنده حق في هذه البلاد. اذا حنا خدامين وفاتحين هذا الورش امام الملا وما فيها حتى مشكل، وفعلا خاصنا تكون عندنا نتائج من هنا ل 21 ان شاء الله. غير باش نطمئن السيده النائبه، ديك الجرأة اللي كانت هذه 5 سنوات راه تزادت فيها حتى هي جرأة أخرى، راه زايدين لقدام ما فيهاش. الآن الحماية الاجتماعية كما قلت لكم، الآن السجل إن شاء الله غادي يكون موجود 2019، غادي يتجرب في الناحية الرباط 4 شهور ديال التجربة باش نقادوا الأمور إلا كانت شي حاجة ما مقداش، ومن بعد غادي تعمم. هذا هو اللي غادي يسمح لنا دوك الفئات الهشة والشريحة المتوسطة الدنيا غتعرفوهم كلهم، والناس ماشي غادي يجي يقول لك تنربح، لا، شحال تتخسر؟ واش عندك تليفون؟ واش عندك تلفزيون؟ واش عندك طوموبيل؟ من خلال شحال تتخلص في الضو؟ من خلال داك المصاريف ديالو كتعرف الناس وكديرهم الأول الثاني الثالث وتتحدد شغل غتعطي. هاد الناس ذاك الوقت راه واحد العدد الناس اللي حنا تنقول ما حاسبينهم جاع الفقراء راه ممكن نوصلوا لهم، لان صندوق المقاصه بوحديته تيدي للمجتمع ماشي ليا ماشي للحكومه 17 مليار وشي حاجه الدراهم عباد الله. راه حسبوا شحال من فقراء تخرجوا من الفقر، لان الفقر المدقع راه العش سي بي اللي قلا 4.5 وماشي حنا، لان دارت بين 2004 و2014. شكرا سيد الوزير.